والله احنا عايزين ان لعبه كره الصالات يبقى ليها موقع بالنسبه في اتحاد الكوره وبالنسبه للوضع في مصر، ان يبقى ليها موقع افضل من اللي هي فيه. اللعبه دي بتروح كاس العالم، ووصلنا لكاس العالم 5 مرات، وان شاء الله هنوصل كاس العالم اللي جاي. عشان نوصل ونداوم على هذا لازم الدوري يبقى دوري قوي. الدوري عشان يبقى قوي لازم يبقى من الاول معروف ميعاد البدايه وميعاد النهايه ومواعيد القيد والتسجيل، زيه زي جميع الالعاب اللي بيديرها اتحاد الكوره نفسه او اي اتحاد تاني. وبالتالي احنا بنبقى شغالين كمدربين بنشتغل مش عارفين ميعاد بدايه الدوري عشان نعمل فتره اعداد منظمه مقننه، وبعد كده لما الدوري بيبدا بنفاجئ برضه بتوقفات كتيره، وبعدين يجي الدوري يتضغط. القيد اللي هو اللي احنا هنبدا بيه اللعيبه عشان اللعيبه تبتدي تتمرن في اي نادي وعشان يصرفوا فلوسهم لازم يكون القيد مبعوث. سجلت 10 لعيبه، سجلت 15 لعيب، بتاخد اللعيبه مستحقاتها من النادي، النادي ما يقدرش يصرف الا لما يكون القيد بدا. دي حاجات بسيطه جدا لو الاتحاد اهتم بيها بهذه اللعبه واهتم باللي احنا القرارات بتاعت لجنه كره الصالات لازم تبقى مفعله وتبقى ثابته. في قرارات اتخذت في موسم 2014 2015 على انها هتتنفذ في 2015 2016. تمام. لغايه دلوقتي احنا ما جبناش برضو اللائحه بتاعه السنه دي او البيانات اللي هنمشي عليها. حاجات صغيره وبسيطه جدا تخلي اللعبه تبقى واضحه وتبقى في مكانها الطبيعي ويستمر الدوري بشكل جيد ومصر تفضل توصل لكاس العالم في هذه اللعبه ان شاء الله. كل سنه بنيجي في الفتره دي وبنعمل الوقفه ديت عشان خاطر زي ما كابتن ماهر سبق واتكلم ان احنا عاوزين نعرف رسم رجلينا، عاوزين نعمل نقطه نظام بالنسبه للعبه كره صالات. عاوزين نعرف تعليمات القيد بتبدا امتى وتنتهي امتى، الفترات الشتويه بتبدا امتى وتنتهي امتى. عاوزين عشان كابتن ماهر اتكلم برضه في النقطه اللي انا هتكلم فيها ان احنا ما بنبداش فتره الاعداد الا لما بيجي لنا تعليمات القيد من اتحاد الكوره عشان نبدا، يعني انا هنعرف عن اي كم واحد في قائمه اولى وقائمه ثانيه، وفي لعيبه احنا بنعمل كل سنه تغييرات وبنحدث الفرق لان هم عاملين تعليمات لجنه كره الصالات، عاملين تعليمات ان لازم ثلاثه خماسي ما يجي الموسم الجديد يروحوا ثلاثه يروحوا نادي من نادي لنادي، فدي ضيقت علينا القاعده بتاعت اللعيبه، فلازم نبدا بدري. احنا مش عارفين نبدا بدري بسبب ان اتحاد الكوره ركننا على الرصد لغايه ما نعرف هنبدا امتى، ما هي القصه في كده. عاوزين ان شاء الله باذن الله احنا نعمل بس نقطه نظام ونعرف رسم رجلينا، يعني مش هنفضل كل سنه نيجي، احنا ناس شغلنا في الملعب، مش هينفع ان احنا نيجي نقف في الوقفه ديت. اتكلم حد من المسؤولين كابتن خالد لطيف مشكورا دعم اللعبه، بس مشاكل اتحاد الكوره بالنسبه للمنتخبات مخليه الناس يعني ركنه كره الصالات على الرف. وزي ما كابتن ماهر اتكلم برضه احنا بنخش كل سنه اللعبه الوحيده اللي في اتحاد الكوره اللي بتخش كاس العالم كل 4 سنين بتتواجد. عاوزين اتحاد الكوره يدعم اللعبه ويدعم الدوري ان هيبقى ثابت بدايته ونهايته على اساس انه بيصب في اخر منتخب مصر. مفيش لعبه اساسا في اتحاد الكره المصري في لعبه فيش لعبه اسمها كره الصالات، تمام؟ ده رقم واحد. ده اسمه الملف الاسود داخل كره الصالات. كره الصالات على مدار سنوات على مدار سنوات لم يتم البت فيها داخل كره الصالات ولم تتم مناقشتها على مائده الجبلية. انديه كره الصالات على مدار 4 سنوات بطل الدوري المركز الاول مركز ثاني مركز ثالث لم يتقاضى المستحقات بتاعه على مدار 4 سنين طبعا الاتحاد الكره ما بيدعمش الانديه، ما فيش دعم مادي للانديه عشان الانديه تصرف على اللعيبه، الانديه بتصرف على اللعبه من جيبها، مصاريف التحكيم على الانديه، الجوائز بتاعت اللعبه نفسها الانديه لم تتقاضى المستحقات بتاعتها، نادي مصر مقصه، نادي 100 عقبه، نادي اتحاد الشرطه، الانديه اللي اخذت بطوله الكاس مركز اول مركز ثاني، الانديه ما بتاخدش المكافئات الماليه بتاعت الجوائز بتاعتك ايه؟ كابطال لعبه كره الصالات في مصر. دلوقتي مفيش دعم، مفيش دعم للعبه، مفيش جوائز، مفيش اهتمام، مفيش مواعيد قيد. اللعبه لجنه المسابقات بتنزل نشره الدوريه بتاعتها بتاعت مواعيد القيد، مواعيد القيد في بدايه كل موسم، في لعبه كره الصالات لم يتم فتح القيد حتى الان، اللعيبه بتتدرب في الانديه بتاعتها بقى لها 3 شهور، مفيش نادي لحد دلوقتي يقدر يصرف جنيه لاي لاعب لان اللاعب لم يتم قيده ولم يتم مخاطبه الاتحاد الكره لاي نادي من المشتركين في اللعبه، بريزنتيشن هي الراعي الرسمي لاتحاد الكوره. كره الصالات لعبه داخل اتحاد الكوره. فين الدعم اللي بيجي؟ فين الدعم اللي بتدعمه بريزنتيشن لكره الصالات؟ في دعم بيجي من الاتحاد الدولي للعبه كره الصالات. اللعبه مهمشه بكل ما تحمله الكلمه. يعني الدعم ده مش بتشوفوا منه حاجه؟ الدعم ما فيش اي، الانديه بتصرف على نفسها. الانديه بتصرف، القوى يعني جميع المعدات، يعني احنا ممكن نخاطب الكور بس بتاعت الفوتسال ديت، احنا ممكن نخاطب الاتحاد الدولي نجيب الكور بتاعت الفوتسال دي نوزعها على الانديه، الانديه يعني
عجز شديد في الكور دي داخل مصر. الانديه بتعاني ان هي تلاقي مجرد الكره تلاقيها. اتحاد الكره اللعبه على مستوى العالم فيه اهتمام غير عادي. الدول بتاعت اسيا، الدول العربيه كلها، الدوري السعودي، الدوري القطري، الدوريات العربيه خلاص تخطط مستويات عالميه دلوقتي في لعب. اللعيبه بتاعتنا بتروح في رمضان بينبهروا من الاهتمام اللي في الخليج. احنا عايزين نحط نقطه من اول السطر وبنقول اتحاد الكوره يفتح صفحه جديده مع اللعبه. اللعبه مصر بتمثل طالما في منتخب وبنمثل في كاس العالم وبنصعد في كاس العالم، اللعبه الوحيده اللي باستمرار موجوده في كاس العالم واسم مصر موجود وعلم مصر بيترفع، يبقى اذا لازم القاعده عندي تكون قاعده محترمه. اللعيبه ليه ما يكونش في حاجه اسمها دوري محترفين؟ اللعيبه بتمضي استمارات زي اللعيبه الناشئين، زي الاطفال اللي بيلعبوا كره قدم. اللعيبه لعيبه منتخب مصر، لعيبه منتخب مفيش عقود. انا عايزين دوري يكون دوري محترفين بعقد للاعب بحد ادنى عشان اللاعب ده يقدر يعيش، لان اللاعب ده دخله الوحيد من كره الصالات. الناس دي كلها يعني احنا الناس في اهتمام غير عادي من الناس ان هي تكون نفسها اللعيبه دي توصل، لان المهارات اللي موجوده في كره الصالات مش موجوده في دوري ال11. قناه النيل نايل سبورت اللي هي برزنتيشن واخده مساحه كبيره فيها، 70% من البث بتاع نايل سبورت اعاده، كله على تسجيل، مفيش. طب ليه ما نديش ساعه في الاسبوع لكره الصالات؟ ساعه لكره الصالات تكون حاجه جديده وننشط في القناه، وحاجه مواهب الناس تقدر تتفرج عليها. احنا بنتمنى من مجلس اداره اتحاد الكوره انه يعيد النظر في اللعبه، ان يكون في راعي للعبه، في مواعيد قيد. لجنه كره الصالات بتاخد قرارات وبيتم رفع توصيات لمجلس اتحاد الكوره، هذه القرارات لا تفعل. يعني جائزة هداف، جائزة كذا، جائزة، حتى لو تم اعتمادها من اتحاد الكورة، إلا الجواز لا تسلم لمدة 4 سنوات. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد العوالي. www.washwasha.org